वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا ذنب له فلا علم له صدق رسوله النبي الكريم يا ايها الطلبه الاعزاء اعلموا ان النيه اصل كل شيء لان جزاء الاعمال بحسب النيه فمن عمل لله مخلصا له جزاء الله في الاخره فينعمه في القبر والجنه كما قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وقال صلى الله عليه وسلم كم من عمل يتصور بصوره الاعمال الدنيا يسير بحسب النيه من اعمال الاخره اي كالعمل ثم يسير من اعمال الدنيا بصوره النيه وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من ازداد علما ولم يزدد هدى ولم يزدد من الله الا بعدا وقال سري رحمه الله عليه حسن العدب علامه لثبوت العقل العدب مهم في كل حاله في كل حاله التعلم كما قال بعض الائمه العدب ظاهر علامه للعدب الباطن وقال رويم اجعل عملك ملحا وعملك دقيقا وعدبك دقيقا اي اجعل العدب قصيرا كالدقيق للخبز وان كان عملك قليلا كالملح للخبز فالعمل القليل مع العدب افضل ومن يتعدب فهو قريب لرحمه الله ومن لم يتعدب في حاله العلم فهو بعيد من رحمه الله وقال بعض الائمه من لم يتعدب في وقت فهذا الوقت ضايع واعلم يا ايها الطلاب ان الادب لا بد منه للفقراء والمساكين وللاغنياء كان الادب زين للمجلس فلو كان فيه 1000 رجال ولم يتعدب واحد منهم فكان المجلس كالمزبل ان شاء الله ندعو الله اي يعذب بالتعذيب وبالنيه حسنا ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اتممت خطابي مع السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام